السلام عليكم، مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في قناه جلدي زاد مع الشفافي في عدد جديد من حصتكم فافي كوكي. كما عودناكم كل خطره نجيب لكم وصفه بزاف بزاف بنينه، واللي ديروها تخرج لكم سهله وتخرج لكم ثاني بنينه. راح نديروا وصفه اللي هي اسمها الزعلوكه. الزعلوكه تاعنا تجيب الباذنجان، راح نخلطوا لها الفلفل والطوماطيش والثوم ونديروها شويه حاره، نزيدوا لها الحار. مع الزعلوكه تاعنا نديروا معها الكسره، نديروا كسره بزاف بزاف بنينه، الطريقه سهله بزاف. نعطيكم المقادير كاع تاع الزعلوكه تاعنا. قلت لكم عندنا هنا لي ليجيم كيما راكم تشوفوا، عندي الباذنجان، عندي الباذنجان باسكو هي الزعلوكه جاب الباذنجان. حنا راح نخلطوا لها الفلفل ونزيدوا لها الطوماطيش ونزيدوا لها الثوم. هنا قلت لكم عندي حبات تاع باذنجان، عندي الفلفل، عندي هنايا الفلفل الخضر وعندي الاحمر. راح نزيد لها ثاني الثوم ونزيد لها الطوماطيش. قلت لكم الزعلوكه تاعكم حبيتوا ديروها حلوه حبيتوا ديروها حاره، انا راح نديرها حاره ونزيد لها الفلفل الحار. عندنا ثاني قلت لكم مع الزعلوكه تاعنا واش تمشي معها، يا تمشي معها الكسره ولا نطلو. حنا راح نديرو الكسره. الكسره تاعنا عندي هنايا كيلو تاع سميد مويان وعندي 200 غرام تاع سميد رقيق. نخلطوا لها سميد رقيق وسميد المويان، نزيدوا لها هنايا عندنا الماء. كاين اللي يديروا الزيت وكاين اللي يديروا السمن، حنا راح نديروا السمن، زوج مغارف تاع السمن. راح نديروا خميره تاع الكاطو، خميره تاع الخبز، راح نديروا خميره تاع الكاطو. هادو ما راح نديروهم باش الكسره تاعنا تخرج خفيفه، ما تخرجش ثقيله بزاف وما تخرجش يابسه بزاف، ماشي باش تخمل. راح نديروا الخميره برك باش تخرج قلت لكم خفيفه وتخرج بنينه. هنا ثاني عندنا الملح وعندنا السكر، راح نديروا مغرف صغير تاع الملح ومغرف صغير تاع السكر. فاش نبداو في الكسره تاعنا، نحطوها باسكو لازم نحطوها 10 دقائق تروبوزي، معناتها لازم نبداو فيها قبل. ومن بعد نروحوا للزعلوكه. الزعلوكه قلت لكم تجيب الباذنجان، حنايا راح نخلطوا لها الفلفل، نخلطوا لها الطوماطيش، نزيدوا لها الثوم ونديروها شويه حاره. هنا خلطنا سميد رقيق وسميد مويه، نخلطوهم مليح. هنا قلت لكم عندي الخميره تاع الكاطو، وعندي خميره تاع الخبز، نديرو هكذا مغرف صغير برك. نخلطوهم. نزيدو مغرف صغير تاع الملح، مغرف صغير تاع السكر. نخلطو قاع لي زانكريديون تاعنا باش يتخلطو بيان. دوكا هنا قلت لكم انا راح ندير السمن، تقدروا نتوما ديروا الزيت ولا ديروا السمن كيما حبيتوا. هنا دوكا نجيبو جفنه فاش نحطو السميد تاعنا باش نزيدو فيه هذاك السمن. هنا عندي زوج مغارف تاع السمن، نكون بالصورة هكذايا. بعد نزيدو الماء، الماء ما نديروش بزاف، ما لازمش تخرج لنا خفيفه بزاف.
لبسوها مليح ونسيين خلطوها مليح باش هذوك الزين كذا يجيو كاع يتخلطوا، باسكو من بعدا ماشي راح نعجنوا هذيك السلا ما تعجنش غير باش نطموها برك. تسمى دوكا لازم نخلطوها مليح باش هذوك الزين كذا يجيو كاع يتخلطوا، باش من بعدا غير نطموها بالماء. نقدر نخدموها بيان لكم، نخدموها هكذا باش لي زانغريديون كاع يتخلطوا. دوكا هنا نقدروا نحطوا الماء، كم نحطو منه ما شي ما لازمش نحطو بزاف بزاف بس ما نطموها برك. هنا نخلطو باش يتبان لنا اسكو نزيدو الماء ولا ما نزيدوش. نزيدو شويه تاع الماء، الماء لازم نزيدو غير بشويه باش ما تخدعناش، باسكو ما لازمش تجيب بزاف جاريه. بعد نتوما الى خدعتكم في الماء تقدروا تزيدوا لها شويه سميد باش تعاودوا تريكيبيريوها. دوكا الكسالة تاعنا قلت لكم نطموها برك، نخلوها تريح تروبوزي 10 دقائق، ما نخلوهاش تخمر باسكو الخميره ما تخمرش، لا الكسالة ما تخمرش، نخلوها برك تروبوزي. هنا كيما راهي نخلوها تربوزي 10 دقائق ونروحو للزعلوكة تاني. ولازم نفيلميوها ولا نغطيوها من الفوق بطرشونه باش ما تيبسش. هكذا نخلوها 10 دقائق ومن بعد نقسموها دي بول ونحلوها. دوكا قلت لكم الزعلوكه تاعنا نسحقوا فيها الباذنجان باسكو هي الزعلوكه تاع باذنجان، نزيدو معها لي ليغيم، راح نزيدو معها الفلفل، فلفل حلو، نزيدو معها الفلفل الحار. هنا نحو لي ليغيم لي نستعملوهم، نحو وحده حمراء، نحو طماطيش، نحو الفلفل، والفلفل باش تجيكم شويه حاضر استعملو هدايا صغير. إلا حبيتوها حاضرة شوية برك ما تجيش بزاف تقدروا ديرو غير هدايا، هدا يجي بزاف حار. نسحقو تاني التوم
نجيب واحدة صغيرة برك، نسحقو الباذنجان، الباذنجان نديرو زوج حبات كبار، نزيدو شوية طوماطيش باسكو هادو هما صغار، هاديك الزعروكة تاعنا واش نسحقو فيها؟ نسحقو فلفل الحار والحلو، نسحقو تاني تادي حارة بزاف باش تجي حارة، ونسحقو الباذنجان، نسحقو طوماطيش، ونسحقو الثوم. دوكا هادوما نقطعوهم، عندنا الباذنجان نغسلو هدايا الخضر، نقطعوهم هكدايا على زوج. تقدروا ديروهم هكذايا حبات تاع باذنجان ديريكت في الفرن، تقدروا تقطعوهم هكذا على زوج باش تربحوا الوقت، باسكو علاش كنحطوهم هكذا ديريكت هكذا حبه كبيره. هذا الفلفل راح يطيب، هذه الباذنجان ما طيبش. البلاطو تاعي شويه صغير، نجيب واحد كبير. الباذنجان هذايا باش يطيب لنا رابيد، قلت لكم باسكو الفلفل هذا كيطيب تمتم لازم يطيبو كيف كيف. هنا نعاونوها هكذايا بالموس باش يدخلو طياب ويطيب لنا تمتم. المهم دوكا هكذا كي حليناه باسكو راح نديرو معاه الزيت هكذا من الفوق، الزيت هذا كيدخل لداخل ويطيب لنا من الداخل رابيد. هنا نزيدو الحار، هادي نحوها باسكو ما عنديش بلاصه. دوكا هادي نديرو لها حاجه واحده اخرى، نديروها شيبس تاع باذنجان، نديروه مع الزعروكه تاعنا. انا التوم كيما راه نديروه بالقشور، وشنو لازم يكون مغسول، انا الليجيم تاعي كاع مغسولين، نديروه كيما راه بالقشور تاعو، بعدا نريكيبيريو هذاك تاع الداخل برك. هادي قلت لكم بعدا نديروها الشيبس، دوكا نوريكم كيفاش نديرو الشيبس تاع باذنجان يمشي مع الزعروكه تاعنا باش يجيونا دي تيكستور ديفيرون. هنا دوك واش نديرو لهم؟ نديرو لهم شويه زيت، غنستعمل زيت الزيتون. هنا قلت لكم كي قطعناها هكذايا دوك هدايا الزيت كاع يدخل الداخل وطيب لنا رابيد. ندير الملح، نزيدو الفلفل الكحل. الفرن تاعكم لازم يكون سخون، تريقليوه 180، نحطوهم لداخل حتى يتقريو هكذا. الزعروكة تاعنا نحطوها في الفرن. دوكا هنا نروحو فاصل، نعاودو نولو هاديك لاباط تاعنا تاع الكسرة، قلت لكم خلوها 10 دقايق تروبوزي، مول 10 دقايق نحلوها خبزات نطيبوها فوق الطاجين، الطاجين تاعنا شاده ويسخن. دوكا كي نولو نوري لكم كيفاش نكملو مع الكسرة تاعنا واش نديرو مع الزعروكة تاعنا. فاصل ونواصل. أعزائي المشاهدين، عاودنا ولينا لكم كما راكم تشوفوا. الزعروكة تاعنا نحيناها من الفرن، خليناها بردت. هذوك اللي ليغيم كاع درنا لهم بابي كويسون هكذا ولا بابي ألمنيوم باش يتنداو، هذيك القشرة تاعهم تنحى رابيد. هنا قشرناهم كما راكم تشوفوا، الباذنجان تاعنا نحينا هكذا، نحينا له هذيك القشرة كيف كيف. الثوم هذاك عاودلك كيفاش يولي، قلت لكم درناه ديجا بالقشور، نديروه وبعدا
غير بالقشور هكذاك تعبز هكذا تخرج هذيك القشره تخرج تقعد غير اللحمه هذيك تاع الداخل كيف كيف. الفلفل تاعنا قشرناه وعندنا طوماطيش دوك هادو ما كاع نكرازيوهم وتخرج الزعروكه تاعنا. دوك هنا الكسره هذيك تاعنا خليناها ربوزيت 10 دقائق مور هذيك ال 10 دقائق نحلوهم هكذا دي بول. انا خرجت لي 6 هنايا حبيتو ديروهم كبار حبيتو ديروهم صغار نحلوها سهله مهله. هنا كي نحلوها نسيو نجيبوها شويه مدوره وما نديروهاش رقيقه مليح ونحلو ونسقموها هكذايا في ليكوتي باش تخرج شابه. هنايا انا في الخبز تاعي زتلو هادو هما تاع الخبز الزريعه تاع الخبز تجي مخلطه هايله كيفاش تجي فيها كلش. هادي سبيسيال تاع الخبز انا زدتها في العجينه تاعي قبل ما نقسمها زدتها وخلطتها في الخبز باش تعطينا نكهه شابه في الكسره تاعنا. انا قلت لكم نسيو نحلوها ونسقموها هكذايا بيدينا لا تقدروا تستعملوها هكذا سباتول. سورتو في ليكوتي هكذا باش تجي شابه. هنا تاني راح نديرو شيبس تاع الباذنجان. شيبس تاع الباذنجان هذيك نص حبه اللي قعدت لنا زياده قلت لكم نديروها شيبس قطعتها دي روندال درناها في الماء في الماء والملح باش ما تكحالش ومن بعد نحيناها من الماء حطيناهم في الفرينه. دوكا هنا رانا نقليوهم لازم الزيت لازم تكون سخونه بزاف ونحطوهم يتقلوا. هادوما نحطوهم فوق الزالوكا هذيك. هنا سقمنا الكسره تاعنا هكذا نحطوها فوق الطاجين نسيو نسقموها بيو سورتو لي كوتي قلت لكم باش يجوا شابين. نقرصوها هكذايا بالفرشيطه هنا النار ما لازمش تكون قويه بزاف 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 باش تطيب غير بالعقل ما تحرقلاش. هنا الشيبس هذاك قلت لكم هادي كيفاش خرج. لازم الزيت تكون سخونه بزاف نديروه في الفرينه من الفرينه نديروه ديريكت في الزيت. نحوه لازم يقطر من الزيت وهكذاك سخون كيما راه سخون نديرو له الملح. هذا كيفاش يخرج قلت لكم يخرج شيبس تاع الباذنجان. نحطوه ديكوراسيون فوق الزالوكا هذيك باش يجيو لي تيكستور ديفيرون. انا دوكا الزالوكا تاعنا حبيتو ديروها هكذا بيديكم حبيتو تعشيوها بالسباتول حبيتو ديروها تاني تبلموس تحطوها فوق البلاك طرافاي فوق البلانشا هذيك وديروها بالسباتول بالموس. انا غير هكذايا بالسباتول ندرسها انا قلت لكم انا درت لها الحار نتوما الا حبيتو تجي حلوه ما ديروش بزاف الحار. بلا ما نسوي الكسره هذيك لازم نفيريفيوها كل دقيقه ما لازمش تحرق لنا من تحت. تقدروا تاني تجوزوها في الاشواط تقدروا ديروها هكذا باليد تقدروا ديروها بالموس تقدروا ديروها بالاشواط كما حبيتوا.
دوك هنا واش نزيدو لها؟ نزيدو لها زيت الزيتون ونخلطوها مليح ونديسيوها. نقلبوا الكسره تاعنا دوك هنا. تقدروا تستعملوا شيفونه هكذا تاع بزوها وتقلبوا. علاش انا درتها هكذا باليد ما درتهاش في الاشواط؟ باش ما تلحاش بزاف وتقعد لا تيكستور تاعها تقعد ما توليش لي الشغل شغل حريره هكذا. تقعد هكذايا يبان لك الفلفل يبان لك الثوم يبان لك كلش. ولي كولور يقعدوا لي كولور هذوما تبان الاحمر يبان هذاك الاخضر. بصح لو كانت اشياء ديرها ديرك بالاشواط تولي كولور وحده. هذيك الصالوكة تاعنا دوكا نزيدو لها زيت الزيتون. دوكا هنا نقعدو نطورو هكدايا باش طيب كاع لي كوتي. قلتلكم نخدموها هكدايا بشيفونة تكون نقية. دوكا هنا نقدرو نقصو النار باش طيب غير بالعقد باش ما تحرقش. هنا قلت لكم نزيدوا لها زيت الزيتون. نخلطوها مليح. نجيبو أسيط فاش نتدي سيوها. هكدا نسيو نمشو هاذيا باش نديرو لها ديكوراسيون. قلت لكم هذاك الشيبس تاع الباذنجان من الفوق. بلا ما ننساو الكسره تاعنا لازم نقادو نفيريفيو فيها هكدايا الجهه اللي ماشي طايبه نبزو عليها باش طيب باش تحمر لنا كاع لي كوتي. هكذا قلت لكم خدموا هكذايا بشيفونه طيب كاع لي كوتي. نقعدو نفيريفيو فيها هكدايا. هنا دوكا هنا مازال لي هنا في الوسط ماشي طايبه نقعد نعبز عليها هكدايا في الوسط. هاذي الكسرة تاعنا راهي واجده كيفاش خرجت.
دوكا قلت لكم هنايا نديروا لها ديكوراسيون بهذاك الشيبس تاع الباذنجان. هذيك الزعروكة تاعنا كيفاش خرجت الكسرة هذيك كيف كيف هنا الزعروكة هذي تمشي بالكسرة قلت لكم ولا بالمطلوع. دوكا هنا أعزائي المشاهدين الحقنا إلى نهاية عدد اليوم، نتمنى أنو عجبتكم هذه الوصفة اللي درناها اليوم، نطلب منكم تسيوها باسكو على بالي بلي حتخرج لكم روعة، تخرج لكم خفيفة بزاف بزاف وتجي بنينة. دوكا نعطيكم موعد في العدد القادم إن شاء الله، نقول لكم تهلاو في روحتكم وصحتكم، سلام.